الأسبوع الماضي فريق عن جد رصد الموسيقار ملحم بركات بأحد مقاهي بيروت، وبعد البحث والاتصالات أسفرت النتائج عن مكان وزمان وموضوع الاجتماع. لما بيجتمعوا الكبار يحاورهم توني سمعان شمس الغنية اللبنانية والموسيقار ملحم بركات بحوار ساخن جدا. ثلاث آلاف لحن عامل وبعدني بغلط بكل شيء، بغلط ايام بعمل لازمه موسيقيه، بكون عم بكرر حالي بغير مطرح، بكون انا غير من شغلي بس من غير مطرح. من بعد ما اسمع هيك بفوق انه هيدي محطوطه مره، برجع بغير. تعاملتك انت ويا مين غلط، انت ولا هي غلطت معي؟ شوف كيف مبلشين هلا رح نتهبج هلا، يعني هلا لحد هلا انا على طول غلطانه، شعاره هو انه دائما على حق ودائما انا على غلط. ما انا عامل لك ليش بدك تبصمي له بالعشره على كل شيء؟ لا لما معناتها انا بقول لك انا ما قلت لك ايه، انا ما ببصم له بالعشره على شيء، هو حب يفوتني بخط مختلف على اللي انا جيت فتش عليه عنده. خايفي عناد بالفهم، هي بتعنده انا بعنده. راضي عليا؟ لا لك مش لا لا، ما سالتنيش عنه على راضي على فن او على صوته. شو لا انا راضي. بحكي على التعاون. خي ما بتتحور. بقولوا ابو مجد ونجوى تلاقوا كبار باول عمل وقشط الوهج. لما انا اجت نجوى لعندي على البيت كانوا مجايبينها باللبسه مريول مدرسه وجداديل وما بعرف شو، كنت انا عندي 7-8 اغاني كانوا عاملين عماير. لما جيت لعندك كان عندك 7-8 اغاني وحياه عيوني كان عنده شي 60 البوم. فاتت لعندي خي انا مش اشي حدا. كيف مش اشي حدا يعني؟ ما النجاح ما لاش بقول لك الغرور. عميك النجاح. لك ايه بيعمل الدنيا كلها. مش قاري حدا. ايه سلمت عليه وبدي امشي في الحي. بعد الحديث هلا بيقولوا لي بتقلي انا رحت لعندك وانت ما كان كمان عز عندك. لا كان بالشام. شو جايبين هاي بنت صغيرة؟ شو بده يطلع من امرها؟ حلو عني وهرب. غلط اللي صار بينه وبين نجوى. لمن دقت لعم تسمعني غنية. تلحن لي اياها بهذا اخر سدي. قلت له ما حلو الكلام. قلت له شو فاهمك بالشغل، انا بعرف اكثر منك. انا لي رايي وانا بعرف السوق كمان. انا بشبع عصري وهو بشبع عصره. انا عصري ادرى فيه من العصر الماضي، هو دريان بالماضي ودريان بالحاضر، مش هيك؟ بس انا عم بحكي، انا عم غني اليوم. عم بقول له انا لا الغنية بتضرب. قلت له روح عمي، بدك مليون سنه. قلت لك انا لا تعرفي انا مين، لا تعرفي انا مين بالتلحين هيك. اورفر شوي رجعت دقت لي، قلت لي لك قلت موضوع حلو كثير انت لشو؟ قلت لي بدك مليون سنه. قلت لها ما طلع غنيه هي، قلت مش انا. قلت كيف ملاقيك الشاعره؟ بتخوف. بس بتغني من الحب كلامه؟ ايه نجم بحبش تظهر. بتغني من كلامه؟ انا؟ ايه بس بدون ما امضي اسمي. 90% اللي هربني من الشغل معها ما مش معقوف. بتتعب. شو بتتعب؟ ليل نهار بتحركك هيك. ما فيش، انا ما عنديش نفس على الطاولة. دخلت وقعد بالارض. قادر تفرض علي غنية من الالف للياء وما تتدخل؟ فيكش تفرض علي، هي بدها تسمع، يا بتقول لك ايه يا بتقول لك لا. اذا ما في بين كلامنا بين ايدينا كلام يقنعني ويقنعني انا بدي اغني. هو بلحن بس هو كمطرب اسال لي اياه. يوم من الايام لحن وغني او كلام هو مش مقتنع فيه، ليه؟ لأنا بدي غني أوقات كلام أو لحن مش بقدر أعفيه. أنا بعتذر مش قادر أكمل. ليه؟ بلش بكير لأنه خي أنا متعبت. أنت معروف عندك قداش بتتزوق الجمال والمرأة، كيف بتشوف نجوى كلام؟ لك شو بيك حاطت علي حطة اليوم؟ شو جورجينا رزق؟ أنا سألوا عن شي مرأة حلوة. نيال المرأة اللي عندها دخول طلة. أستاذ أنا عندي طلة؟ ما بعرف، تسأل غيرك. ولا الفن أول شي حضور، بعدين الصوت، بعدين الاداء، بعدين الجخ واللبس. موافق على خط ابو مجد السياسي او ما عندي؟ انا ما عنديش خط هي، انا مش معروف خط. معروف خطك السياسي؟ انا هي بعرف خطه شو هو بس ما بقول. اذا بتقول بتعرف شو خطك؟ لا لا ما بقول خطك بعدين. لا لا يعني انا عارفينه وعم بتخبوا على المشاهد، مش عارف. مزبوط عم نخبي لانه انا وياه مش مفرسيه، رغم انه جودي حده بيزعج كثير. ما هو بدي لك ايه استاذ؟ خليني ابو مجد. لحظه موضوع كبير ابو مجد. هيدا انا هيك عم شوي انا هلا عم بدي فن. وجودي حتى شفت انه بتقلد الشيء. وجودي حتى قلدتني هلا بغار. اذا بدك تقلد من البركات مين بدك تقلد؟ يلا بطلت بدي احكي. ابو مجد وجودي حدك بيزعج كتار. مزبوط. وجودك حدي يمكن بيزعج كتار، بس انا اذا وجودك حدي بده يضل يضيف علي معلمي واستاذي خلي يضل يزعج. ها
هيدا مش كل شيء، بعد في جزء تاني بسياق الحلقة. شوفوا معنا شو ناطركن بالجزء الثالث من برنامج عن جد. نتابع سوا نحن وياكم، وكنا شفنا الجزء الأول بين الموسيقار ملحم بركات وشمس الغنية نجوى كرم. أما الجزء الثاني من الحوار اللي دار بين شمس الغنية اللبنانية والموسيقار بيحمل صفة ساخن أو أقل سخونة. نتابع سوا. هي قالتها أحسن ما تقول إنه الطرف الثالث قالها. وجودك حدك أو جودك حدك عم يحرم ناس من تعاونات مع ملحم بركات، لا 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 لا، أو خلافات مع ليش ما ليش أو إزعاج من هيدي هيدي هاي صار هاي خبري طالع بالبلد تمنع نجوى كرم إنك تتعاون مع حدا تاني. لا 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 حرام. لا مرة عم سمعها لحن قالت لي هاي خرج فلان تغنيها وروح خذ لي إياها. مثل مين 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 ماجد الرومي؟ والله حرام. قال لي هيدي الغنية إلك، قلت له لا هيدي للسيد لخيي. ليش حكيني كلمة؟ بس تعاونت مع سيدي ماجدة قبل مع عمل. ليش بدها تمنعني؟ شو عم تاخذ مني الحين؟ لا لا تعاون يعني بعدين شو البيبي سيتر تبعه وانا معلش يعني انا مش البيبي سيتر تبعه للاستاذ، مش انا اللي بحمل ضميري وبقول فلانه ما يعطي الاستاذ. اول شيء انا ماني مسؤوله عن فنه، ماني مسؤوله عن فنه بمطرح. اذا شي نهار شفته عم يوقع لا سمح الله بشي مطرح وغيشينه الناس، انا عن جد بدي روح اذا بقدر والله قدرني بدي شيله من مطرح ما عم يجربوا يوقعوه. اللي شغلي مهمه كثير بس انا رح اقول لك شغلي، لبحمل ضميري قدام ربي وانا بدي نام على مخديتي مرتاحه، لبحمل ضميري اقول له ما يعطي حدا، ولبحمل ضميري اسرقه لا من قدام معجبينه ولا من قدام مطربينه، ولا انا بحاول اسرق منه لحظات الحزن لحتى شارك فيه معه لحتى خفف عنه اذا في حال كان مزعوج لحتى يكون فنان يعطي هذا البلد. نقطع الصف بس بقول شغلي عن الاستاذ، الاستاذ كسلان، الاستاذ ملحم بركات البلد العظيم البلد بكسل كسلان ما عنده انتاج، منشان هيك هو ما عم يعطي، مش انا ما بخليه، ليش ما بدي خليه؟ هذا لا يضرب العلاقه الناجحه اللي بيني وبينه برضه على القليله على صعيد برضه الصداقه برضه والاحترام في شيء انا مش والعطاء. أنا من اربع ولا غنيه ضاربه عم بتستمر، ما في شيء ما فيش اغاني ضاربه. انا من اربع بعد فيها المخلوق عم تعمل كم غنيه او ديو لا, لا في اسباب بتوافق على كلامه انه ما عم تمنعك ولا اي تعاون من اي لا 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 ليش بدك تمنعني؟ شو عامل مؤسسه شو هيدي موشات الحلقة؟ بدي لك شيء، هيدا تجني هيدا تجني هيدا تجني. أنا أنا بس جاز وقت اللي بدي أقوله هيك بدي يكون أنا عم بعطيها الحين مثلا عم تاخد مني كمية كبيرة شو عم بعطيها؟ يعني مش المتعارف اللي عم يروج لقله إنه طالما ملحم بركات موجود بفلك نجوى كرم ما تتوقعوا أغاني منه. لا غلط هيدا عيب. طب أنا يعني بساعله لحظة لحظة يعني هلا إذا زعلته أنا وبطلنا إذا زعلني بطلنا نحكي مع بعض وما عاد عطى الفنانين فنانين. هلا مين بيكون الشيطان عم يحركش كمان؟ دائما الناس عندهم مشكله، دائما المغردين عندهم مشكله. انا حاولت ما رد على هذا الشيء لانه الناس ما بيقبلوا رد على هذا الشيء، والناس بيعرفوا مين انا وبيعرفوا مين هو. هيدي اهانه له مش لالي. استاذ رد انت لانه هيدي اهانه لك. انت بتقبل ينقال عنك اي ست بالعالم مين ما كانت تكون، لو بدها تكون والدتك الله يرحمها بدها تأثر عليك بفنك وبتقلك ما تعطي بتقبل انت؟ اعوذ بالله عيب له هذا الحديث. هذا كلام عيب، هذا كلام يا نسوان يا ولد صغار. شو قصة غنيت هلا شق الفستان؟ ايه شو بو نازل غنية حاجة شق الفستان وعنده غنية تانية استاذ خبر عنها بتجنن. كمان واحدة غنية بتقول كمان احلى مرة بهديني مرتي. كمان هاي غنية شعبية اسمك بقلبي وعلى تذكرتي. ايه اسمك بقلبي وعلى تذكرتي والله من الورود الخدود والسود العيون عيون السود. ارتاحوا مش عم غني له، واذا بريحكم اكتر ما غني له بدي غني. اذا كانت المضايقه انه تغني نجوى كرم لملحم بركات فنحن قبلانين انه نتضايق. على كل حال ولا اهضم من هيك جلسه بعيده عن المقابلات اللي معودين نشوفها الكليشيه اذا بدكم. لقاء جدا عفوي وعتب على قدر المحبه. تحيه للموسيقار ملحم بركات وشمس الغنيه نجوى كرم. يا بني يا بني بلادك قلبك عطيه وغير فكرك ما بيغنيها. تحضيرات كانت رائعة، كلها اجتهاد وكلها مسؤولية وكلها جدية الصراحة. ما حميتها يا ابني من الوجع.
حدا غيرك بيقلي يا رب نكون عند حسن ظن الكل، لأنه هيدي حفلة التكريم لعملاء كبير تارك ذاكرة فيها صفحات كتير كبيرة ممضية من إيدين ومن صوت لا ينتسوا أبدا. نتمنى أنه نحن نكون قد هالحمل اليوم بتكريمه. شيء حفلة لبنانية وفيها فنانين لبنانية عم بغنوا، هيدا قليل ما بتصير بمهرجان لبناني أو بالأحرى مهرجان بيبلوس. بعدين نحن دايما بنشوف تكريم بيكون للناس اللي بيموتوا، فنحن الله يطول عمره أستاذ وديع الصافي أول مرة بيعملوا حفلة تكريمية أو من المرات القليل بتكون بهالضخامة. عمل كبير مشرف للوطن وللشعب. عملت لهذه لبنان، هذا وظيفتنا نحن، عطاء وحضارة وفن وجمال وخير وسلام. إن عندي حب وواس مهانة آيات مدوية، إن عندي أرض لبناني للعز جميلي. أميرة نجوى ملتزمة بوجباتها وبفنها، ست كويسة ذكية ومعطاءة، وقال كويس كتير كمان، حبوب، صوته كويس، صوته مزبوط. مهنتنا قايمة على المحبين وعلى المزوقين اللي بيقدرونا وبيشرفوا على حفلتنا أهل وسهلا فيه. اليوم هو يوم وديع الصافي، وديع الصافي العملاق، عملاق الأغنية اللبنانية يلي بيستحق أكثر من تكريم، لكن اليوم عم بينعطى حقه، وهو بنفس الوقت هو مكسب، لأنه هو نقل لهالشعلة الأغنية اللبنانية لأصوات أصغر عمرا ولكن عنده كفاية من الخبرة وعنده كفاية من المواقف اللبنانية وحفاظها، يلي هني صوت نجوى كرم وصوت وائل كفوري. يعني لو جيتي قبل اليوم كنت بقدر أخبرك إشياء كتير، ولكن اليوم الخوف متملكنا وكتير هيك عتلين هام. إن شاء الله خير، يعني مهرجان أكيد رح تشوفوه بأقرب وقت، يعني رح يكون على التيفي. رح نغني للأستاذ وديع ورح نغني سولو لألي، رح نغني أنا والأستاذ وديع والست نجوى، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية.
أنا بتمنى فنانين لبنان يكونوا عم بيكرموا الأستاذ وديع الصافي، فنانين لبنان كله. وهذا هاي شغلة كتير مهمة، لأنه شغلة مثل الأستاذ وديع الصافي هذي عن جد حلم. بدي أقول له يعني الله يعطيك الصحة والعافية وربينا على صوتك وعلى أغانيك، وبالنهاية ونحن منتمي لمدرسته كل اللي عم يحضروني ما يقضوني كتير بالأستاذ وديع الصافي. أوكي؟ لأنه في عندي شوية خوف بعد. خضر عيا بلادي، خضر عرسك فوار، محروسة بعين الخضر عتبقى عطار. خضر عيا بلادي، خضر عرسك فوار، محروسة بعين الخضر.